نحو تعليم يحاكي المستقبل ويعكس التطورات التي يشهدها العالم، نظمت كلية التربية البدنية بالخمس ورشة عمل حول البحث العلمي واستخداماته في التقنية، استهدفت أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا. أين من خلال تواجد قسم للبحوث والاستشارات والتدريب بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس، وهي الكلية الأم الموجودة داخل ليبيا، ورأينا نحن نتعاون معهم نستفيد من خبرتهم في هذا المجال. استخدمنا هذا الفريق من خلال الاتصال معهم وتواجدوا معنا من أجل رفع كفاءة طلابنا وأيضا حتى أعضاء التدريس وطلبة الدراسات العليا اللي هم مقبلين على مناقشة رسائل الماجستير. الورشة تخللها محاضرات ألقاها مختصون ركزت على كيفية استغلال شبكة الإنترنت ووسائل التقنية واستخدامها كأدوات تسهل عملية البحث العلمي، كما أضاءت الورشة على الأساليب الحديثة لجمع البيانات واستخدام محركات البحث وتدوين المراجع وتبادل الآراء والأفكار بين مرتدي شبكة العنكبوتية. استخدامنا للكمبيوتر استخدام قاصر، يعني قاعد حتى التسمية يقولوا له حاسوب، هو مش حاسوب، هو أصبح علم كبير، جهاز كمبيوتر، جهاز مجمع فيه الكثير من الأشياء اللي نقدر نستفيد منها. فإحنا الأشياء هي نحاول ندير دورات لكل الكليات وبالذات اللي تطلب مننا واللي تتعاون معنا، لنعرفه بكيفية استخدامنا للوورد، استخدام الحقيقي للوورد، الوورد نفسه بس بسيط. ونفس الوقت عندنا أجزاء أخرى اللي هي تتعلق بالبحث في الانترنت، كيف نبحثه في الانترنت، كيف نكتبه بحث متكامل، كيف نديره خطة بحث، كل المعلومات هي اللي تنقصنا نكملوا بعض النقص اللي موجود في بعض الكليات وبعض الطلبة. استراتيجيات حديثة للتعليم تسهم في حالة الاستعانة بها في إحداث نقلة نوعية داخل المؤسسة العلمية التي ظلت لسنوات حبيسة الطرق التقليدية.